أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في لقائنا اليومي من أضواء على الأحداث. وفي أضواء اليوم نتابع المواضيع التالية: اليمن، تصعيد عسكري قبل انتهاء مهلة مجلس الأمن. ليبيا، استحقاقات ما بعد التحرير. وفي الكويت، فساد مالي أطاح بوزير الخارجية. ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود عيان أن جندين يمنيين قتلا وأصيب أربعة آخرون بالجروح عندما أطلق مسلحون النار في حي المعلى في مدينة عدن جنوب البلاد. يأتي هذا فيما قتل أمس خمسة متظاهرين في العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة برصاص القوات الموالية للرئيس اليمني علي عبد الله صالح. في المقابل، نقلت وكالة سبأ للأنباء عن مصدر في وزارة الداخلية اليمنية أن ما أسمته ميليشيات اللقاء المشترك قامت بإطلاق قذائف الهاون والصواريخ وأسلحة رشاشة خفيفة استهدفت منازل مواطنين في حي الصياح في صنعاء، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وإلحاق أضرار كبيرة في تلك المنازل. لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في اليمن، أرحب معي هنا في الاستوديو بالسفير الدكتور محمد قباطي، عضو المجلس الوطني اليمني. دكتور محمد، هذا التصعيد الأخير كثير من المحللين ربطه بأن الرئيس علي عبد الله صالح يريد بهذا التصعيد العسكري أن يخلط الأوراق في اللحظات الأخيرة قبيل انتهاء قرار مهلة مجلس الأمن الدولي، هل هذا صحيح؟ أتفق تماما مع مثل هذا التوجه. واضح أنه حتى قبل أن يصدر القرار كان هناك تصعيد، يعني على مدى يومين سقطوا حوالي الآن 30 واحد قتلوا، مثل ما تحكي أنت الآن. الشيء المخيف ما يجري الآن أن تنتقل المشاكل إلى عدن. عدن لاحظ، وهذه مدينتي أنا، حاضرة المدنية ليس فقط في الجنوب ولا في اليمن كلها، وإنما في الجزيرة العربية كلها. مدينة مسالمة لا يوجد فيها سلاح. نسمع أمس قصة أنه ناس موجودين في فندق ويتبادلون إطلاق النار. نحن نطالب وظلينا نطالب أن عدن يجب أن تكون مدينة خالية من السلاح، فلتخرج المعسكرات. لكن هذه إحدى تصعيد جوانب تصعيد النظام الآن. ما الذي يريد منه بالتحديد في عدن؟ يعني بقربك للصورة في عدن بالضبط، ماذا يريد الآن النظام؟ أن ينقل المشكلة كلها إلى عدن. لاحظ أنت عندما يعني تستحضر الخارطة سترى أن عدن وساحل عدن بالذات مطل على الجانب الغربي من خليج عدن، معك في الجانب الشرقي. في الجانب الغربي عندك الصومال. يعني الآن النظام يهدد بتحويل هذا الممر المائي إلى محل القرصنة الكاملة، غير ممر غير آمن، غير آمن بالكامل، وبالتالي يعني شيء مخيف. أنا أهلنا في عدن تواصلنا معه، أنا أذكر بهذا الصدد أحد الأصدقاء الكتاب اللامعين اسمه سعيد عولقي، كتب ذات يوم بشكل ساخر: تشتي تشتري كلب. الآن نحن في عدن ما عاد عندنا مش إلا فقط يعني كلاب، وإنما أولاد الكلب. الناس جايين يتقاتلوا في وسط أحياء في وسط المعلم. من هم يعني؟ هل هناك إثبات بأن هؤلاء فعلا من النظام اليمني موالين للرئيس اليمني على عبد الله صالح؟ ليست هناك ملابسات يمكن أن يستجر بعض أطراف الحراك اليمني، بعض أطراف الشباب، لأن يستفزوا ويقابلوا الرصاص؟ أخي جمال، عدن مدينة لم يكن يحمل فيها حتى رجل البوليس مسدس في عدن، تقاليد مدنية كاملة. ليس هناك ناس يحملون سلاح ما عدا من أتى بهم الآن النظام ويسميهم باسم القاعدة. هم عناصر من الأمن القومي والأمن السياسي يربون لحيهم ويستلمون مرتبات من السلطات اليمنية ويظهروا بأنهم متطرفين. هؤلاء الناس يريدون الآن أن يعيثون فسادا في مدينة عدن، ونحن نقول للعالم هذه مدينة كوزموبوليتان، مدينة تكاد تكون فيها كل الجميع، ميناء مفتوح للعالم كله. فتحويله بهذا الخطورة هو نوع من المغامرة الكبيرة اللي يهدد بها علي عبد الله صالح، مثل ما قلت، الممر الآمر في داخل خليج عدن. هل يمكن تطبيق هذه المؤامرة إذا كانت مؤامرة من قبل الرئيس علي عبد الله صالح من قبل القوى الفاعلة في مدينة عدن، وخاصة أن المدينة إلى حد بعيد يعني تبدو بأنها خارج سيطرة النظام اليمني والسلطات اليمنية؟ في الحقيقة نحن لا نريد أن يعني لاحظ أنه علي عبد الله صالح يريد أن يجر الثورة من خطها السلمي إلى مثل هذا الخط، خط الاحتراب الداخلي، إسقاط المناطق، وإعلان أن هناك تمرد على
النظام بشكل داخلي، وبالتالي يجد المبرر الحقيقي من أجل خلق حالة من التنازع والاقتتال الداخلي مما يهدد مصالح العالم كله. هذه منطقة يجب أن يتنبه لها العالم، ونحن بالذات في عدن نشعر بأن أصدقائنا في الغرب وبالذات المملكة المتحدة يعني مطلعة تماما على مثل هذه الأمور، وبالتالي نطالب العالم أن يتحمل التزاماته تجاه شعب مسالم في عدن لا يحمل السلاح. ليس حتى الجنابي هذا تعرف اللي تلبس في داخل اليمن ليست موجودة في عدن. الناس في عدن ناس مسالمون، وبالتالي هذا النظام يلعب الآن بالنار. ونحن نقول مثل ما قلت أنت في البداية أخي جمال أنه هذا مخطط للتصعيد. السلطة تتكلم، نحن سنتعامل بشكل إيجابي مع قرار مجلس الأمن. أي تعامل إيجابي هذا؟ هذا هناك مخطط واضح لتفجير المنطقة بالكامل. وكان نبه إليه الرئيس أوباما، قال بشكل واضح، قال أن على الطغاة وعلى الأيادي الحديدية أن تعرف بأنه نهايتها. وزير الخارجية البريطاني مبارح قال بأن النظام يتحمل مسؤوليته، وأنه أي يعبث بالأمن في المنطقة ويعبث بالمصير الاقتصاد والوضع الإنساني. طيب، في اليمن اسمح لي أن أسمع وجهة نظر الكاتب والباحث اليمني السيد فاروق الحمودي معنا من دبي. سيد حمودي، الرئيس اليمني في تصعيد تتهمه المعارضة بأنه يريد أن يفرض وقائع جديدة على الأرض، على سبيل المثال في مدينة صنعاء هناك عودة للسيطرة على بعض المباني الحكومية، هل يريد الرئيس اليمني أن يغير بعض المعادلات حتى داخل مدينة يمن وداخل مدينة صنعاء وعدن من أجل تحسين فرصه عند قرب انتهاء مهلة مجلس الأمن الدولي التي تطالبه صراحة بالتنحي عن السلطة؟ أولا السلام عليكم، وأحييك وأحيي ضيفك الكريم أخي العزيز. في الحقيقة ما يدور حاليا في اليمن من أعمال وتوتر وتصعيد في الأعمال العسكرية في الحقيقة هو ليس من طرف القوات الحكومية. قبل قليل كان هناك وصلت أخبار كان هناك اعتداءات للفرقة الأولى مدرع على مباني حكومية وإطلاق النار على وزارة الداخلية. فصراحة كل ما نتمناه الآن أن تخرج اليمن من الأزمة، ولكن لماذا يعني هذا التوجه ولماذا نلقي اللائمة على طرف واحد؟ أي أعمال عنف وأي جهة تطلق النار ضد الأبرياء فهي بدون شك مدانة وهذا عمل مرفوض. ولكن في الحقيقة أما أن نرمي بالاتهامات على طرف وأن نتكلم هذا الطرف يرمي وهذا يحاول وهذا يحاول، أما إذا كان في الحقيقة إذا كان النظام في اليمن من حقه أن هو ما زال نظام حاليا من حقه أن يفرض الأمن وأن تعود الحياة إلى طبيعتها. ولكن هل يعني الأمن سيد حمودي أن يقوم الرئيس اليمني بإرسال ألوية بقوات في الجيش اليمني قالت بأن الرئيس اليمني دفع بلواء جديد من قوات الحرس الجمهوري التي كانت متمركزة في منطقة بني حشيش بضواحي صنعاء إلى ساحة المواجهات في شمال العاصمة من أجل حسم المواجهة قبل انتهاء المهلة التي منحت له من قبل مجلس الأمن الدولي للقبول بتنفيذ قراره؟ ما رأيك بهذا الكلام؟ والله في الحقيقة أنا لا أعرف نوايا النظام، لأن أنا لست طرف، أولا أوضح هذا الشيء، لست طرف أنا أولا مع النظام. ولكن عندما مهمة الدولة أن تحفظ الأمن، عندما الدولة ترسل أمن، أنت تعرف الآن جامعة صنعاء يعني هناك الطلاب يريدون أن يكملوا دراستهم الجامعية في جامعة صنعاء ساحة التغيير، وهي أصبحت سكنة عسكرية لدى الفرقة الأولى مدرع. هل بالإمكان أن الدكتور القباطي ينكر هذا في الحقيقة؟ طيب أسمع على إجابة الدكتور قباطي. الدكتور محمد سأعود لك سيد الحمودي. وكالة سبأ للأنباء اليمنية الرسمية قالت بأنه تم قصف مقر شركة النفط اليمنية وقصف مبنى وزارة الداخلية اليوم، معسكر شرطة النجدة والمنازل المجاورة له من قبل من أسمته ميليشيات يمنية. من قصف هذه المواقع؟ ألا يمكن أن يكون اتهام وكالة الأنباء اليمنية للمعارضة اليمنية بأنه اتهام حقيقي صحيح على الأرض كونه هناك مواجهات؟ أخي جمال، مثل هذا الدعاية لا يمكن أن تنطلي على أحد. الضرب كله على المنطقة التي متواجدين فيها الشباب المعتصمين منذ 10 أشهر. أخي فاروق أنا أجيبك، هذون الشباب معتصمين هم طلاب جامعة صنعاء،
بعشرات الآلاف موجودين هناك وعلى مدى 10 أشهر يطالبون بحقهم الشرعي في تغيير النظام، نظام قاسم على مدى 33 سنة يتلهى بالناس. أنا أريد فقط أن أشير إلى بعض الحقائق فيما يوعده فيه الرئيس، هذا الرئيس علي عبد الله صالح، ويقول هنا هذا في شهر مارس، يقول رئيس الجمهورية يعلن مبادرة تاريخية مهمة للخروج من الأزمة الحالية، وعد الناس أنه سيحول النظام للنظام البرلماني وتنتقل الصلاحيات إلى الحكومة البرلمانية. هذه كلها وعود لا تنطلي على أحد، مثل هذا الكذب كذب يعني العالم يعرف. ولكن هل أعطي الرئيس اليمني فرصة لتنفيذ مثل تلك الوعود في ظل وجود ثورة شعبية على نظامه؟ ماذا يمنعه؟ كان يتحول النظام هذا يوم 3 يتحول النظام البرلماني. يا أخي نحن كنا متوافقين على حل هذه المشكلة في شهر أكتوبر، في نهاية أكتوبر، وتقدم الدكتور عبد الكريم الإرياني المستشار السياسي للرئيس، رئيس وزراء، أمين عام سابق للحزب، تقدم بخطة خارطة الطريق لحل الأزمة قبل أن تنفجر ثورة الشباب. وبعدها بعد أن رسمت خارطة الطريق وبموافقة علي عبد الله صالح نقطة نقطة سطرا سطرا كلمة كلمة، كنا أنا والمرحوم الأستاذ عبد العزيز عبد الغني هنا في لندن نحضر مؤتمر في شاتم هاوس، نفاجأ بأن الرئيس يخرج بتمثيلية يستدعي عبد الكريم الإرياني وبقية الأطراف المنظومة السياسية، يشتم عبد الكريم الإرياني ويقول له أنت بعت نفسك للشيطان أنت، وينهي هذا الاتفاق الذي كان خارطة الطريق بالكامل. ولم يعني يتجاوز عبد الكريم، ونحن عارفين وانا كنت موجود حينها وانا عارف ايش اللي حصل بعدها، يحولوا بعدها باسبوع 3 أسابيع يحصل انقلاب داخل البرلمان، يلغوا يعدلوا البرلمان، يريدوا يعدلوا الدستور ويحولوا الدستور الى دستور وراثي كامل بحيث ان الرئيس يصبح رئيس مدى الحياة. فبالتالي اين الثقة؟ هذا الرجل ليس لديه اي مصداقية ولا يمكن التعامل معه القوات السياسية والعالم بشكل واضح. الان المطلوب هذه امامي، الان كل صحف العالم تطالب الأمم المتحدة تطالب الرئيس بأن يتنحى بالكامل ويترك فرصة لبقية الناس مثل فاروق وحزبه ولا آخر ذلك ونعقد مؤتمر. لكن هذا الرجل بدون ما أن يطلع وبدون أن يعاد إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن التي هو قاسم على 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 وسيطر عليها، لا يمكن أن نحقق أي حل سلمي في اليمن. وستتجه اليمن مثل ما قال وزير الخارجية البريطاني أمس نحو الهاوية، وسيتحمل مسؤولية دفع المنطقة إلى مثل هذا المصير المؤلم. اسمح لي أن أشرك معنا وزير الثقافة اليمني السابق وعضو مجلس الشورى اليمني السيد خالد الرويشان معنا من صنعاء. سيد الرويشان، هل يمكن أن تتجه الأوضاع إلى تدهور أكثر من التدهور الذي تعيشه الآن بعد تصاعد المواجهات العسكرية واحتمال أن يؤدي ما تم الاتهام المعارضة به من مخطط لتقسيم مدينة صنعاء إلى عاصمتين إحداهما شمالية يسيطر عليها من أسمته الجيش المنشق والقبائل المسلحة المؤيدة للثورة الشبابية، وجزء جنوبي يسيطر عليه الجيش اليمني؟ أنا أظن أن الأزمة في عمقها صراع إرادات، وهذا الصراع يتخذ أساليب كثيرة، وأظن أن المسألة ستزداد زاوية كلما مر يوم وليلة، كلما زادت المسائل للأسف سوءا. أحوال المواطن تحدثني الآن، أسمع حديثا عن دراسة في جامعة صنعاء وحوارا حول ذلك، بينما البيوت مطفأة في 90% من المدينة أصلا في صنعاء. كيف للطلبة أن يرجعوا إلى بيوتهم كي يذاكروا أو يدرسوا في هذا الظلام؟ الآن الأسر اليمنية في صنعاء على فكرة لم تعد ترى بعضها، يعني لأن الناس ينامون من الساعة 8 تقريبا في كل البيوت تقريبا، لأنه انقطاع الكهرباء أوقف البلد تماما. هذا من ناحية. الناحية الثانية، الأزمة تمشي في مسار خطير جدا، مسلح من ناحية وإطفاء كهرباء وضرب طوال الأماسي في أوقات محددة لكل الأحياء التي في شمال المدينة، انقسام المدينة بين شمال وجنوب. حدث مرة في 1890، الأتراك عندما كانوا في مناخة ووصلوا إلى صنعاء، كان هناك كان يوجد يعني إمامان في شرق وغرب صنعاء. أنا لا أقول أن الآن يعني، لكن التاريخ يعيد نفسه بطريقة بشعة للأسف. يعني هل هذا السيناريو حقيقي أم مجرد ترويج واتهامات؟ يعني إلى أي مدى
يمكن أن تؤدي فعلا الأوضاع المحتدمة عسكريا داخل مدينة صنعاء، ولا نستطيع أن ننكر ذلك، إلى احتمال فعلا تقسيم المدينة، وما مدى تأثير مجلس الأمن الدولي في مهلته المحدودة لفرض تغيير على تلك الوقائع على الأرض؟ أنا أظن أن المسألة يعني ليست فقط تقسيم المدينة، تقسيم المدينة أنا أظن أنها في النهاية مسألة مؤقتة، يعني مسألة مؤقتة بتوقيت الأزمة وشراراتها النارية المريعة. أنا أظن أن الأزمة أكثر من قضية تقسيم المدينة، لأن المدينة تلتقي ببعضها، الناس تكون ذهابا وإيابا بشكل، والعسكر الغلابة من الطرفين الواقع يعني يحتاجون إلى العطف والإشفاق أكثر من غيرهم، يعني بكل يعني يحاولون قدر الإمكان برواتبهم الضئيلة وظروفهم أن يكونوا أكثر يعني ليونة وأكثر هدوءا وسكينة في هذا الجو، لكن المسألة أخطر من هذا. المسألة ليست فقط تقسيم المدينة، حتى لو حصل تقسيم يا أخي بيروت تقسمت في السبعينات ورجعت رغم ذلك بيروت الواحدة، ليست أخطر من هذا الضرب المستمر للبيوت والمنازل والأحياء والإظلام الكامل على القطاع الخاص منتهي تماما في البلد. أيضا مسألة الطلبة في الجامعات والمدارس، ويعني يعني تعطيل الحياة كاملة في صنعاء. اسمع لي أسمع وجهة نظر السيد فاروق الحمودي في ذلك. سيد الحمودي، الرئيس اليمني علي عبد الله صالح مرة أخرى يتهم هنا من قبل مكتب اللواء علي محسن الأحمر بأنه أمر بقصف مدينة صنعاء بمختلف الأسلحة، وذلك في مكالمة هاتفية التقطت له منسوبة للرئيس اليمني، ما رأيك؟ والله يا أخي العزيز أنا لو أرى كان بالفعل الرئيس اليمني ينوي ضرب صنعاء في المدافع لكانت الفرصة لديه من قبل عندما أغتيل في جامع النهدين، وكان في حينها لو فعلها ذاك ربما يكون الملامة عليه أكثر من ما هو الآن. في حقيقة الأمر ما هو بدل أن نخوض في أمور أكثر، الآن ما هو مطلوب اليمن في أزمة حقيقية، أزمة معيشية، التعليم متوقف، ما يحتاج من القوى المعارضة أو سواء في الحزب الحاكم أن يجتمعوا إلى طاولة الحوار وأن يغلبوا المصلحة الوطنية. في الحقيقة في النظام سواء في الحزب الحاكم، الحزب الحاكم في النظام هو يريد أن يستميت لأجل بقائه، وبالتالي المعارضة من الطرف الآخر تريد أن تضحي في كل شيء لأجل وصول أهداف سياسية وليس لأجل الوصول إلى السلطة لبناء الدولة وبناء الديمقراطية. ما هو مطلوب الآن من كل الأطياف السياسية في الداخل أو في الخارج أن تجتمع بدون مزايدات ومناكفات ورمي اتهامات. يا أخي إذا جينا في الحقيقة أعمال العنف هي متبادلة، هذا شيء واضح. الفرقة الأولى مدرعة تضرب في شوارع في شارع الزبيري، تضرب في كل مكان متواجدة في تعز، كذلك الإخوان المسلمون يستهدفون الحرس الجمهوري أنا لا هنا، وكذلك راد من الأمن المركزي. أعمال العنف هي من كل الأطراف، حتى قرار مجلس الأمن كان واضح وكانت الصورة واضحة، لم يحصر الأمور في صورة واحدة. شكرا. هذا دليل على أن المعارضة لم تستغل جو الثورة. في البداية كان هناك ثورة حقيقية وبالتالي خطمتها المعارضة، المعارضة التي لا تمتلك رؤية سياسية، معارضة تمشي إلى الهاوية، كل ما تراه هو الكرسي. طيب اسمح لي أسمع رد ضيفي هنا الدكتور محمد قباطي. قرار مجلس الأمن للتذكير يعني هو فقط لا يتحدث عن إلزام الرئيس اليمني بتطبيق المبادرة الخليجية، ولكنه يدعو كل الأطراف اليمنية إلى عدم التصعيد العنفي، عدم استخدام السلاح. ما هي مسؤولية المعارضة والشباب اليمني في أن يخففوا من طرفهم عسكريا إذا اشتد هجوم النظام اليمني عليهم؟ أخي جمال، القرار في قلبه وفي أساسه يطلب من علي عبد الله صالح أن يرحل، هذا المهم. ليس هناك مسألة توازن، هذه كل الصحف، هذه أمامي النيويورك تايمز، الواشنطن بوست، كلهم يقولوا على الرئيس أن يرحل، هذا هو مضمون. تلاعب بالألفاظ بأنه هذا يوازن، ليس القرار أساسا أسس لشرعية ما كان موجود في المبادرة الخليجية، رحيل الرئيس، وكمان ضاع على الرئيس ما كان يضمنه له في المبادرة من عدم الملاحقة والحصانة من المحاكمة، لأنه قرار مجلس الأمن قال هذه مسألة مرفوضة وكل شخص ارتكب جرائم بحق الإنسانية سيحاسب. أريد أن أذكر أخي فاروق من داخل هذا، الشباب قتل منهم الآن 1000 شخص، من قتلهم؟
قتلتهم قوات الأمن ابتداء من قبل، من يوم مجزرة بعد مجزرة، مجزرة جمعة الكرامة ومجزرة 18 سبتمبر، كل هذه المجازر. إذا محاولة مساواة الجلاد بالضحية هذه مسألة يعني منطق سقيم. منطق قليلا سقيم. ننتقل مجلس الأمن الآن، إذا انتهت المهلة وكان الوضع على ما هو عليه من تصعيد عسكري، هل في آليات ذلك القرار ما يذكر بأن هناك إجراءات ستتخذ من قبل مجلس الأمن إذا لم يلتزم الرئيس اليمني بتطبيق المبادرة الخليجية؟ شكرا أخي جمال. نحن قلنا منذ البداية وقلتها أظن عندك إن قبل أسبوعين، هذا القرار ليس كافي، هذا قرار توافقي المطلوب من شركائنا الإقليميين وشركائنا الدوليين أن يتحملوا مسؤولياتهم ويرتقوا إلى مستوى المسؤولية التي يلتزم يعني التي تقتضيها الأخلاق والعرف الإنساني. هناك إمكانية لاتخاذ قرارات فردية كما اتخذت حتى الآن. نحن نعرف في سوريا لم يتخذ قرار مجلس الأمن، لم يتخذ حتى الآن أي قرار. بالرغم من ذلك جمدت أرصدة قادة النظام وأزلامه، منعوا من التحرك، منع يعني هناك حظر على استيراد السلاح، تحركت الملفات الخاصة بالإبادة الجماعية وحقوق الإنسان، كل هذه هناك يعني عقوبات على النظام. حتى الآن مثل هذه الإجراءات لم تتخذ. نحن نرى أن هذه ستتخذ قريبا قبل أن تكمل 30 يوم، بحيث أنه يحاصر هذا النظام. النظام الآن هو في حالة احتضار كامل ويقترب، ونحن نخشى ليس من التصعيد فقط بالضرب والقصف، ولكن النظام كان عنده النية وكان بدأ يقصف صنعاء وشمال صنعاء بالطائرات. وأول تبارح كان هناك تقارير والمراقبين الدوليين يشهدوا على ذلك بأن هناك كان يريد أن يقصف بالطيران، وتحرك اللواء علي محسن، والآن منصات سام 7، منظومة منصات سام 7 مضادة للطائرات، يريد أن يحيل صنعاء وعدن إلى ساحة حرب كاملة. طيب سيد خالد الرويشان، كما قال ضيفي هنا، النظام اليمني يعيش حالة احتضار، ومصادر أيضا في المعارضة اليمنية ذكرت اليوم أن النظام اليمني، نظام الرئيس علي عبد الله صالح، يعيش حالة احتضار بفضل الثورة السلمية ضد نظامه. إلى أي مدى يمكن أن تبقى هذه الثورة سلمية، وإلى أي مدى يمكن أن يواصل الرئيس اليمني في ذلك التصعيد العسكري في ظل مهلة وضعها مجلس الأمن له تنتهي بثلاثين يوم؟ هو في الواقع لو تحدثنا عن الاستراتيجيات سنجد أنه مسألة المبادرة الخليجية جاء قرار مجلس الأمن تأكيد لهذه المبادرة، جاء تأكيدا بالفعل. وأظن أنا كنت في يوم من الأيام يعني لم أكن راضيا تماما عن هذه المبادرة، ولكن بعد 9 أشهر أتصور أنها معقولة كبداية لتغير وتغيير في البلد وانتقال بالسلطة بشكل سلمي ونظيف و ممكن جدا. ما تزال هي الخيار الأفضل أنا في رأيي. أولا ما يعني الدول الضامنة دول مجاورة ودول تستطيع أيضا أن تنهض باليمن، وكل الأطراف موافقة عليها لأنه أطراف تعرف اليمن وتعرف ظروف البلد أكثر من غيرها، وما يزال هذا الخيار هو الأفضل. لكن لماذا لا تفعل شيئا هذه الدول حاليا سوى الرجاءات وسوى يعني لا يوجد ضغط، لا يوجد وضوح يعني في هذه المسألة؟ هذا هو الذي يؤثر على أوضاع اليمن حاليا. هل يمكن لانتهاء تلك المهلة دكتور سيد رويشان أن يؤدي إلى تغيير ذلك الموقف من عدم الوضوح إلى الوضوح تماما في اللهجة مع الرئيس اليمني بأن هذه المهلة انتهت والمبادرة إما وقع وإما هناك استحقاقات أخرى، يعني هناك ربما تكون هناك عقوبات، ربما تكون هناك إجراءات ضد الرئيس اليمني ونظامه إذا لم يوقع؟ والله المهلة يعني قد تفهم على أنها كانت إفساح للمجال للضرب يعني بهذه الطريقة التي رأيناها الآن. لكن أنا أتصور أن الشهر يظل قليل يعني ليس كثيرا يعني في أن يكون هناك تفاهم وتغير، وأيضا أن يكون هناك حتى يعني آراء معينة للنظام والتفات وتنبيه وربما تحذير، يعني أنه لابد من استغلال هذه الفرصة للبدء في إجراءات تنفيذ المبادرة الخليجية. ضيفي في دبي السيد فاروق الحمودي، كيف تنظر لما يقوم به الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بعد عودته بشكل عام، بعد عودته من السعودية؟ المشهد الوحيد على الأرض الذي قام به الرئيس حتى الآن هو فقط التصعيد العسكري، يعني لم يتم الجلوس إلى طاولة الحوار بين الرئيس اليمني وأي
من أقطاب المعارضة، ماذا يفسر ذلك؟ على وسائل الإعلام وما يظهر على الناطقين الرسميين باسم الحكومة وما يظهر على لسان الرئيس شخصيا بأنه هو مستعد للحوار وأنه يطالب الحوار، وهو يتهم الجهات الأخرى التي هي تتهرب عن الحضور إلى طاولة الحوار ويقول أنها تريد أن تصل إلى السلطة وأن تقفز على الواقع، وبالتالي أنا لا أريد أخوض في هذا المجال. لا أنا سؤالي سيد حمودي عن الوقائع على الأرض، يعني هذا الحديث كل الأطراف تتحدث بأنها تريد الحوار، تريد الجلوس للحوار، ولكن ألا تشعر بأن الرئيس اليمني كان يملك من الأوراق ما يجعل كلامه مقرونا بالأفعال أسهل وأميل، على اعتبار بأن الرئيس اليمني هو الذي يملك السلطات الآن في اليمن، ألا يستطيع إذا كان يريد حوارا حقيقيا جديا مبنيا على مبادرات طرحت من قبل المعارضة أن يجلس إلى الحوار معهم بدل من التصعيد في خطاباته المتكررة واتهام الطرف الآخر بالخيانة وبالمؤامرة؟ هو في الحقيقة بعد أنت تعرف بعد حادث جامع النهدين في دار الرئاسة، عندما ذهب الرئيس اليمني إلى المملكة العربية السعودية كان هناك احتفالات في ميدان التحرير في ساحة التغيير، وهذا أمر أنا في الحقيقة كنت لا أراه أنه يعني يتناسب مع أخلاق اليمنيين في هذه الفترة. وعندما عاد إلى كان هناك مراهنة بأنه لن يعود إلى اليمن، التصعيد هذا هو يثبت بأنه يعني لا زال قويا، وبأنه وهو أشار في خطابه قال لو كانوا يملكون جزء من القوة التي نملكها لكانوا طغوا علينا وسحلونا، يعني هو يحاول أن يظهر بأنه مستعد للحوار ولكن ليس على حساب أنه يقصى على نعم. شكرا لك الكاتب والباحث اليمني السيد فاروق الحمودي، كنت معي من دبي. سؤالي الأخير لك السيد الوزير خالد درويشان، أعضاء المؤتمر الشعبي الحاكم، لماذا لا تخرج أصوات أخرى داخل هذا المؤتمر تريد أن يحسم هذا الجدل بتوقيع المبادرة من عدمها، غير الصوت الواحد الذي يظهر حتى الآن يعني في المؤتمر وهو صوت الرئيس اليمني؟ والله هذه مسألة يعني تثير الشك وتثير مسألة يعني علامة استفهام ضخمة في الواقع، لأن المؤتمر ما يزال في عمقه وفي أساساته وفي بنائه يحتوي على مجموعة ضخمة من الرجال معقولة جدا ومجربة، ومن الجنوب ومن الشمال طبعا من البلاد كلها، ولابد أن يكون لهم صوت. الصمت المطبق هذه نقطة ليس فقط في المؤتمر، في الواقع يعني هناك صمت مطبق من كثيرين حتى كانوا مستقلين. يعني فعلا كنا نتكلم قبل قليل حول هذا الظاهرة العجيبة التي ربما لهم آراء كثيرة في هذا الموضوع، ولكن ربما المسألة الثقافية في اليمن ما تزال يعني التحيز كأننا يعني نتحاور مع بعض، يعني مثل قبائل يعني تتواجه مع بعضها، ومسألة النظرة للمسألة العامة العلاقة بالحاكم ما تزال كأننا في القرون الوسطى، يعني كأنه نوع من التملك لهذا الشخص، أو أنه يعني خلاص يعني دخل في المؤتمر لا يستطيع أن يقول رأيا ولا بد أن يلتزم هذه مسائل. حتى المؤتمر ليس عربيا، يعني هو مجرد حزب يعني ممتتع على كل الآراء. شكرا يعني لك، وصلت الفكرة. شكرا لك وزير الثقافة اليمني السابق وعضو مجلس الشورى السيد خالد درويشان، كنت معنا من صنعاء. دكتور محمد، ختاما بعد تفرغ ربما الغرب وانتهاء عملية الناتو في ليبيا واعتبار تحرير ليبيا بالنسبة للناتو مثالا ناجحا على قدرة الدول الغربية في التدخل والتأثير لصالح إحدى الثورات العربية، التساؤل كيف سينعكس ذلك على اليمن؟ مسؤولون أمريكيون كثر قالوا بأن الآن بعد تحرير ليبيا ربما سيتوجه الغرب للضغط والتفرغ للملف السوري، ولكن ماذا عن الملف اليمني؟ الملف اليمني لا يحتاج لأي سيناريو مشابه للسيناريو الليبي، لأنه إذا كان الثوار والجيش المنشق كان يريد أن يحسم القضية بشكل عسكري كانت الأمور أسهل يعني، لكن الثورة في اليمن، ومن هنا رمزية جائزة نوبل للسلام اللي حازت عليها الأخت توكل كرمان، أن الثورة ستستمر سلمية،
وهذا هو المهم. أن إلى متى؟ إلى متى؟ إلى يعني أن يسقط بقى النظام. يريد أن يخلط الأوراق على الأرض. فهذه هنا الخطورة. هنا بعدها شوف هنا عندما نرى بأن بقاء النظام يريد أن يأخذ الأمور بما يهدد ليس مصلحة اليمن وإنما مصلحة المنطقة والعالم، مطلوب حينها نرى في خلال هذه الفترة أن تتحرك الضغط الفعلي وليس المناشدات أو المطالبات، ولكن إجراءات حازمة مثل ما قلت بالضغط. أنا متأكد. كان لتلك الإجراءات التي جعلت مثالا لها، بعض الإجراءات على النظام السوري من عقوبات مالية، أن تؤثر على اليمن بالتأكيد الفقير ماليا، وليس هناك معلومات مبدئية عن وجود ثروات للرئيس اليمني وأولاده في الخارج مثلا. يا عزيزي، قبل أسبوع واحد فقط نشرت مجلة الفورين بوليسي عن الأملاك التي لدى لأحمد علي عبد الله صالح في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نعرف أنه يملك المليارات علي عبد الله صالح. وفقط عند وصول علي عبد الله صالح مع عودته إلى السعودية، أحد وزرائه نقل 50 مليون ريال سعودي نقدا من عدن إلى 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 البحرين. وبالتالي الضغط على هذا النظام هو المطلوب قبل أن نفكر بأي إجراءات أخرى. طبعا المخيف أن ينتقل النظام إلى ضرب المدنيين بالطيران، وحينها نحن نطالب بمنع وحظر الطيران، مثل أن نطالب بجعل عدن مدينة خالية من السلاح وخالية من المعسكرات. شكرا. لكن لك. العالم مطلوب أن يرتفع إلى مستوى مسؤولياته الأخلاقية. السفير الدكتور محمد قباطي، عضو المجلس الوطني اليمني، شكرا جزيلا لك. كما أشكركم أعزائي المشاهدين. فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة أضواء على الأحداث، فابقوا معنا.